السلام عليكم متابعين قناة يوسايبر، صباح حلقة جديدة معكم أخوكم دارك. بالبداية لايك سبسكرايب وشير للقناة. اليوم راح أشرح الأوامر الأساسية في كل لينكس، راح أشرح كيف تنزل الترمينيتور والفائدة من الترمينيتور وليش مهم في الاختراق. بالبداية بندخل على الترمينال. أول إشي الأمر بـ WD لمعرفة مسار، أي وين مسار نحن موجودين فيه. إحنا موجودين حاليا في الروت، بس نعمل زي هيك، إحنا هسا في الروت، يعني هسا لو عملنا كنترول L هيعطينا مسار إنه موجودين بالروت. طيب هسه مثلا نعمل ls هيعطيني جميع الملفات، اظهار جميع الملفات الموجوده بالروت. هسه ندخل على اي مجلد نكتب cd، طبعا انتبه للكابيتال والسمول، ديسكتوب مثلا او سوري داونلود، ما حطيتش كابيتال، cd داونلود. هسا بنظهر وين احنا موجودين. احنا موجودين هسا بداونلود، كيف نعرف؟ بي دبليو دي، معرفه المسار اللي احنا موجودين فيه. نعمل ال اس لاظهار جميع الملفات اللي بالداونلود، ما في ولا اي ملف. هسا كيف نعرف كل امر بوظيفته؟ نكتب مان مثلا ال اس، بيعطيني وصف كل امر وبيعطيني شو وظائفه وجميع وظائفه ليش. يعني مثلا ال اس اظهار الملفات، لو حطينا ال اس داش اي اظهار جميع الملفات حتى المخفيه منها، وهكذا. هسه نشوف كل مثلا اف واضح مبين. هسه مثلا الاس داش السمول اظهار تفاصيل كل الملفات الموجوده، تمام. خلينا نجرب مثلا الاس داش اي، فيش عندي ولا ملف مخفي. طيب لو عملنا ديل الاس داش السمول تفاصيل توتال زيرو، ما في ولا ملف، تمام. وهذا الحكي بنطبقه على كل شيء، مثلا مان سي دي بيظهر لي كل شيء، مان بي دبليو دي يعطيني كل وصف للامر التالي، تمام، وهكذا. هسه مثلا اي بي تي جيت نحدث الجهاز، ابديت، ننتظر حتى ينتهي، راح ياخذ وقت 5 دقائق، انا معكم لحد ما ينتهي. لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للقناة. بعد ما انتهينا راح ننزل الترمينيتور. هسه فهمكم شو هو الترمينيتور والفايده منه. apt داش جيت انستول ترمينيتور، طبعا انا منزله قبل هيك، شو بنسوي؟ نعمل اكسان ندخل على الترمينيتور. هذا هو الترمينيتور. طبعا الترمينيتور بفيدنا نفس بنستخدم نفس اوامر الترمينال، وبفيدنا كثير شغلات اللي هي نقدر نشغل عليه اكثر من برنامج بنفس الوقت. مثلا نعمل نافذتين اكثر من، يعني ما نفتح اكثر من ترمينال على نفس الترمينيتور، نفتح نافذتين بعديها مثلا فيرتيكالي 3 نوافذ قد ما بدنا نقدر نفتح. وبتمنى انكم استفدتوا من الحلقه هاي، لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للقناه.